وبشأن ذلك ينضم إلينا عبر الهاتف من الضفة الغربية المحلل السياسي الفلسطيني علاء الرماوي. سيد علاء، مرحبا بكم. يعني كما تواترت الأخبار، مقتل مستوطنة وإصابة اثنين إثر انفجار عبوة ناسفة قرب مستوطنة دوليف. هل من معلومات أكثر حول هذا الحادث سيد علاء؟ نعم، بعد التحية لك وللسادة المشاهدين جميعا. بلا شك أنه كما أشرتم، مجموعة فلسطينية تصل إلى منطقة إلى عين ماء تتوسط منطقة رأس كركر والجانية. هذه عين الماء هي مركزية لخمس قرى فلسطينية. حاولت مجموعة من المستوطنين السيطرة عليها في الآونة الأخيرة. الفلسطينيون بكل قوتهم حاولوا التمترس والبقاء محافظين على هذه العين. مجموعة عسكرية وصلت إلى تلك المنطقة بعد تزايد وصول المستوطنين، فقامت بزرع عبوة ناسفة. وبعد وصول مجموعة من الجنود بالإضافة إلى المستوطنين، تم تفعيل العبوة الناسفة عن بعد كما تقول وسائل الإعلام الصهيونية والناطق باسم جيش الاحتلال الصهيوني، ما أدى إلى مقتل مستوطنة بالإضافة إلى إصابة مستوطنين. قوات الجيش الصهيوني انتشرت في مناطق مختلفة وهي تدير الآن عمليات بحث و تمشيط في مناطق مختلفة، وتعتمد في ذلك على التحقيقات الميدانية بالإضافة إلى كاميرات التصوير المنتشرة على طول الخطوط العامة التابعة للاحتلال الصهيوني. طيب، يعني أقول بشكل واضح بأن هذه العملية تأتي في سياق أيضا كما أشرتم سياق تصعيد. لدينا خمس عمليات في الضفة الغربية هنا منذ أسبوعين، بالإضافة إلى عملية توتر ودعوة الفصائل تحديدا حركة حماس لاعتبار اليوم يوم الجمعة هو يوم غضب في مواجهة الاحتلال الصهيوني. طيب سيد علاء، هناك أنباء أيضا تريدنا بشكل يعني يتفاعل مع الحدث الآني. هناك أنباء أخرى عن تفجير استهدف حاجزا لجيش الاحتلال الصهيوني قرب مدينة جنين. هل تأكد لديكم هذا الخبر؟ العبرية تناقلت حدث مثل هذا، لكن لم يؤكد بعد من مواقع الجيش الصهيوني رسميا، وبناء على ذلك نحن نظل أمام حالة اللا يقين بحدوث مثل هذا التفجير. لكن دعني أقول أن هذا الحدث جاء في ظل عملية أخرى حدثت فجرا على حدود قطاع غزة. قام شاب فلسطيني بتجاوز منطقة السياج وألقى عديد القنابل اليدوية بالإضافة إلى اشتباك ثم غادر المكان. الاحتلال يعتبر أن تزامن العمليات هنا في الضفة الغربية وفيما في قطاع غزة مرد إلى الأوضاع هنا المتصاعدة على الأرض، والخشية من تساوق ما يعرف الآن من تصاعد الأوضاع التي يمكن أن تنفجر في مواجهة مكنة الاحتلال الصهيوني الهادفة إلى تقسيم المسجد الأقصى. سيد علاء، في المقابل اتخذ جيش الاحتلال إجراءات مشددة بعد هذه العملية، ولكن أنت قلت بأن جيش الاحتلال قام بتمشيط المنطقة، لكن هل توفرت لديكم معلومات بشأن اعتقالات لأحد الفلسطينيين؟ نعم، هناك اعتقال لصحفيين فلسطينيين قاما بعملية توثيق لما جرى على الأرض. تم إطلاق سراحهما قبل قليل من الآن بعد أخذ المواد التصويرية الخاصة بهما. هناك أيضا اعتقال لعدد من الشبان الفلسطينيين على تخوم القرى الفلسطينية التي تواجهت مع المستوطنين بعد انتشار عديد المستوطنين وإلقاء الحجارة على بيوت الفلسطينيين بالإضافة على السيارات المارة. أما فيما تعلق باعتقالات في صفوف منفذي العمليات، من الواضح أن الاحتلال أقر بأن المنفذين للعملية غادروا مسرح العملية قبل عملية التفجير. هذا يعني أن الشبان الفلسطينيين الذين نفذوا العملية وصلوا إلى مكان انطلاقهم بسلام. طيب سيد علاء، كيف تقرأ هذا التطور النوعي للمقاومة في الضفة، خاصة يعني قبل أيام سمعنا بتصريح للسيد إسماعيل هنية قال بأنه مستعد للتفاوض مع الكيان الصهيوني، ولكن بشرط أن تكون المفاوضات غير مباشرة مع الكيان الصهيوني. كيف ترى هذا التطور النوعي للمقاومة؟ دعني أقول بشكل واضح، المقاومة الفلسطينية هي مستمرة في الضفة الغربية. نحن لدينا أكثر من 14 عملية نوعية في الضفة الغربية منذ عامين من الآن. طيب، وأنا برأيي أن تصريح الأستاذ إسماعيل هنية جاء في سياق الحديث عن تبادل الأسرى، وهذا ليس جديدا على حركة حماس. نعم، هناك الآن تجري مفاوضات سرية مع حركة حماس بوسيط مصري، بمعنى لا لقاءات بين حركة حماس والاحتلال الصهيوني،
كما حدث في صفقة وفاء الأحرار التي أدت إلى الإفراج عن 1200 معتقل. تمت المفاوضات لكن بشكل غير مباشر، وحماس تؤكد دائما بأن أي صيغة تفاوض مع الاحتلال مباشر غير ممكنة، وأن الحديث يدور دائما أن المقاومة تفاوض تحت لغة النار وليس بأداء استسلامي يمكن أن يؤدي إلى تسويات كما حدث مع حركة فتح. من الضفة الغربية المحلل السياسي الفلسطيني علاء الرماوي، شكرا جزيلا لكم.